يوم أمس عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه سيودع اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن وقبل لحظات بدأت أو وصلت استمارات الترشح، وحسب ما صرح به سابقا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين مهوبي أنه استطاع جمع 100,000 استمارة يتم إيداعها في هذه اللحظات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. والصور تصلنا مباشرة من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استمارات الخاصة بالراغب في الترشح عز الدين مهوبي. نعم، صور الاستمارات تصل، وحسب ما صرح به عز الدين مهوبي سابقا أنه عدد الاستمارات وصل إلى 100,000 استمارة موقعة مجموعة من مختلف ولايات الوطن. وهو أول راغب في الترشح يودع ملفه اليوم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الصور على المباشر من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكما سبق وأن قلنا، عز الدين مهوبي نشر عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه سيودع اليوم الأربعاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. استمارات الراغب في الترشح عز الدين مهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح سابق قال أنه استطاع جمع 100,000 استمارة. الاستمارات وصلت إلى السلطة المستقلة في انتظار وصول الراغب في الترشح عز الدين مهوبي، في انتظار وصوله إلى المقر حيث سيستقبله رئيس السلطة محمد شرفي ليقدم له، ليودع عز الدين مهوبي ملف ترشحه. في هذه الأثناء أعضاء السلطة المستقلة يقومون بمعاينة الأوراق أو استمارات الترشح للأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين مهوبي، مراقبة أو معاينة أولية بالعين المجردة في انتظار أن يتم تحويل هذه الاستمارات إلى اللجنة المختصة والتي ستقوم بعملية معاينة هذه الاستمارات وفرزها. وفي الأخير نعم، والمعاينة ستمت تحت أعين الصحافة كما سبق وصرح المكلف بالإعلام على مستوى السلطة سيد علي دراع بحضور الصحافة الوطنية. نعم، في انتظار أيضا أن تمر هذه الاستمارات على